حضورنا الكرام، نحمد الله تعالى ونشكره أن وفقنا لهذا الجمع المبارك احتفاء بالقرآن الكريم الذي نزل بمكة المكرمة بغار حراء، وها هو يتلى في أرض تمسلت بإقليم ترودنت في أعالي وشواهق الجبال. وخير ما نفتتح به هذا الملتقى هو التبرك بالاستماع إلى آيات قرآنية من الذكر الحكيم يقرأها على مسامعنا فضيلة الشيخ العيون الكوشي. الشيخ العيون الكوشي مقرئ على المستوى الوطني والدولي، حضر في القارات الخمس يتلو كتاب الله تعالى، وأما مرارا وتكرارا بحضرة أمير المؤمنين وزاده الله مهابة وجلالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية كبيرة لشيخنا المقرئ لعيون الكوشي. وكما لا يخفى على كريم علمكم أيها الحضور الكريم، فإن مسؤولي هذا الملتقى كل سنة يستقدمون مقرئا رفيع المستوى. السنة الماضية افتتح لنا المقرئ الشيخ عبد الكبير الحديدي، والسنة التي قبلها افتتح لنا الشيخ عبد العزيز القرعاني، وقبله الشيخ سعيد مسلم. لماذا يتم استقدام هؤلاء المشايخ الكبار الأجلاء؟ هي رسالة للطلبة والطالبات أن من عظم القرآن في قلبه رفع الله مقاما عليا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهؤلاء النماذج من المشايخ والقراء اهتموا بكتاب الله وعظموه في قلوبهم فرفعهم مراتب إلى الأعلى. من الكتاتيب القرآنية صاروا يجالسون الأعيان والكبراء والسفراء والأمراء بل والملوك والسلاطين، فهنيئا لهم على ذا التكريم في الأرض وتكريم أعظم في السماء. لهذا فجمعية المساعي الحميدة تأبى إلا أن تكرم شيخنا الجليل العيون الكوشي بهدية رمزية، ويقدمها له فضيلة السيد المدني أيت بو ناصر. هذا تكريم نموذجي فوق الأرض، ولكن التكريم الأكبر هو يوم القيامة في السماء. الله تعالى يعظم أهل القرآن ويجعلهم في أعلى المراتب. وكلما خدم العبد كتاب الله جعل الله تعالى كل شيء في خدمته. أحبابنا الكرام، فضيلة السادة والسيدات، السيد مبارك بتها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أمين الشعيبي مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، السيد عبد الرحمن طرحي المندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد عبد الإله الحكيم بناني الكاتب العام السابق لوزارة العدل والمستشار في محكمة النقد، السيد الدكتور محسن بن موسى الحسني رئيس رابطة العلماء المسلمين بأمريكا، الشيخ الجليل محمد الكنتاوي شيخ القراء بالمغرب أطال الله عمره،
حضرات السادة والسيدات، ضيوفنا الكرام، علماؤنا وفقهاؤنا الأجلاء، أحبابنا الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكريم، نجدد الترحاب بكم وأقول لكم أهلا وسهلا. طبتم وطاب ممشاكم وبوأكم الله مقاما عليا في الأرض والسماء. إني لا أستشعر اللحظة بأن ملائكة الرحمن تحف هذا المجلس. ألم يقل الصادق المصدوق خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل الصالح، وأن يكتبنا من أهل القرآن والذكر الحكيم، وأن يرزقنا يوم القيامة مقعد صدق عند مليك مقتدر. واللحظة أيها الأحباب الكرام، نبقى مع كلمة لفضيلة السيد أمين الشعيبي، مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، فليتفضل مشكوراً.